مرحبا بكم، السلام عليكم خوتي خوتاتي، ومرحبا بكم معايا فيديو جديد. اليوم غادي ناخذكم بجولة ببعض شوارع الدار البيضاء انطلاقا من اتجاه في اتجاه نفق الموحدين، بعد نخرج على مسجد الحسن الثاني وصولا الى شاطئ عين دياب. ناخذكم في واحد الجولة خفيفة. طبعا الدار البيضاء معروفة بالاكتظاظ عجيب. جراند موغادور الفندق هذا اللي هنا، لكن باش مزيان الدار البيضاء هو ان الشوارع ديالها كبار مقارنة مع بعض المدن. دابا الصباح شوية، باقا الدنيا على العموم راه باقا خفيفة. 11 دابا ديال الصباح، البلاكة اللي كتقول لك نفق الموحدين، تجي الحسن الثاني عين دياب على طول. هناك اتجه في اتجاه النفق، هو هذا المدخل ديال النفق. نفق طويل، ارتفاعه 170 متر. مية وعشرة ديال المتر.
دابا كتخرج نهاية النفق، كتبقى تبان الصومعة ديال مسجد حسن الثاني. نزمح هنا من فوق باش نصور لكم نظر المسجد. كاين الشاطئ هنا فين كيتلاحو الدراري. كل هادو على اليمين كل شيء تابع للمسجد. المسجد هنا هذا المسجد. نواصل الطريق اتجاه عين دياب.
هنا عند دياب.
هنا عند دياب. Bye.